الصنف الثاني الذين قد انسلخوا من العبودية يتكلمون في الدين بغير طريقة المرسلين، وهم أشبه ما يكون بأهل الكلام الذين حذر منهم العلماء من قديم. قال الشافعي رحمه الله: حكمي في أهل الكلام. طبعا أهل الكلام من هم؟ هم الذين يتكلمون في الدين بغير طريقة المرسلين، يتكلم في الدين ولكن على غير كلام الله وكلام رسوله، وإنما يقحم عقله في هذا الأمر، وعنده وسائل إقناع قوية. قالوا عن أهل الكلام: يستطيع أن يقنعك أن هذه هذا الجدار الأبيض يقنعك أنه أحمر من كثرة كلامه وحجته، وهذا ليس بجديد، فإن الله عز وجل قال عن المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. أبو جهل كان مفوه ولا لا؟ أبو لهب كان مفوه ولا لا؟ فرعون كان مفوه، ومع ذلك ما نفعهم هذا الأمر، بل جر عليهم الويلات وجر عليهم الشر. فهؤلاء الذين هم أهل الكلام، خذ ما شئت من العلمانية والمعتزلة والليبرالية وغيرهم، ولذلك المؤمن لا يتجرأ أن يتكلم في دين الله بغير علم، فضلا أن يعترض أو ينتقد أو يفتي أو يعلق على فتوى، فإن هذا مناقض للعبودية.